البنات هنتعرف على النحل اللي بيعمل لنا العسل اللذيذ. النحل ده نوع من أنواع الحشرات اللي بتعيش في مجموعات كبيرة وبتكون منظمة جدا، وكمان النحل يا ولاد مجتهد جدا جدا. يلا بينا نتعرف على النحل. النحل ليه 3 أنواع. النوع الأول زي اللي في الصورة من فوق هما الذكور، أما النوع التاني الكبير اللي في نص الصورة دي الملكات اللي مسؤولة عن تنظيم خلية النحل، أما الصغيرة اللي تحت دي هم الإناث أو الشغالات، دول اللي بيعملوا لنا عسل النحل. طبعا كلنا عارفين إن جسم النحلة متكون من لونين، لون الأصفر واللون الأسود، وكمان النحلة عندها 6 رجلين وعندها 4 جناحات، وهي بعينيها بتقدر تميز وتشوف الإنسان وتحفظه وتحفظ صاحبها وتقرص اللي مش صاحبها. عارفين يا ولاد النحلة كمان عندها لسان طويل، لما بتقف على الوردة أو الزهرة تمد لسانها جوه الوردة وتسحب كل الرحيق اللي موجود جوه الزهرة، وتفضل يا ولاد تتنقل من وردة لوردة والزهرة لزهرة. وعلشان هي نشيطة بتبتدي شغلها من الصبح بدري قوي أول ما الشمس ما تطلع، وتروح في الغروب لما الشمس تمشي، وتفضل تتنقل من وردة لوردة وتجمع الرحيق جوه معدتها، علشان بعد كده يا ولاد هتوصل الرحيق ده لنحل تاني هو المسؤول عن تصنيع العسل جوه خلية النحل. وكمان هي بتشتغل في فصل الصيف وفي فصل الربيع، لكن في فصل الخريف وفي فصل الشتاء بتكون سقعانة ومستخبية جوه خلية النحل الكبيرة بتاعتها. النحلة دي مروحة بعد ما اليوم خلص، رايحة فين؟ رايحة يا ولاد الخلية بتاعتها. الخلية دي يا إما بتكون في المزرعة زي الشكل اللي في الصورة دوت، وبتكون النحل هو اللي عاملها من أولها لأخرها، وبيكون مليانة كمان إيه؟ عسل مفيد جدا. يا إما الإنسان فكر وقال ليه أنا كمان ماخدش العسل ده واستفيد منه العسل اللي بيزيد عن احتياج النحل، ففكر وعمل ايه يا ولاد؟ عمل خلية نحل من الخشب مليانة أدراج يقدر يعيش فيها النحل ويكون لنا العسل الكميل المفيد جدا جدا، زي ما احنا كده شايفين في الصورة الأدراج دي بيعيش جواها النحل. وطبعا يا ولاد جوه الخلية بيكون في نحل مسؤول ان هو يكون الشمع. الشمع على شكل سداسي، يعني عنده 6 اضلاع. الشمع ده بيكونه فيه ويحطه جواه العسل علشان يحفظوه وعلشان ما يبص.
ولما كل النحل يملأ كل الخلايا المكونة من 6 أضلاع السداسية الشكل دي، يقعدوا يرفرفوا بجناحاتهم جامد جدا لغاية ما يطلعوا كل المية اللي جوه العسل، وبعد كده يرجعوا يغطوها بطبقة تاني من الشمع علشان يحفظوها، علشان احنا زي ما قلنا ان العسل ده الاكل بتاع النحل في فصل الخريف وفصل الشتاء علشان هم بيخافوا من السقع. وطبعا الإنسان بياخد اللي بيزيد بعد ما النحل ياكل ويشبع. شايفين يا ولاد في الصورة دي النحل عمال ياكل 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 جامد جدا من العسل، وأكيد ده بيكون في فصل إيه؟ في فصل الشتاء والخريف. وطبعا اللي بيزيد احنا كمان بناخده في صورة العسل والشمع زي اللي في الصورة قصادنا، علشان عسل النحل ده مليان فيتامينات وبيفيد صحتنا جدا جدا. يا سمورة يا سمورة يا سمورة يا سمورة يا سمورة يا سمورة. عارفين يا ولاد النحل هو اللي بيخاف مننا زي ما احنا كمان بنخاف منه. عارفين اول ما بيقرصنا بيحصل ايه للنحلة؟ على طول يا حرام بتموت. عايزة أوصيكم كمان إن إحنا ما نقطفش الورد لما نشوفه، علشان عرفنا قد إيه النحلة بالنسبة لها الورد مهم جدا علشان بتعمل منه الأكل بتاعها. كمان معلومة مهمة لازم نقولها لماما، يا ماما لما تيجي تستخدمي العسل بلاش تطلعيه بالمعلقة بتاعت الشاي، طلعيه بمعلقة خشب. ودلوقتي جه معانا فقرة الأسئلة اللي كلنا بنستناها في آخر كل فيديو، هستنى الإجابات في الكومنتات من تحت. يا ترى يا ولاد النحلة عندها كام جناح وعندها كام رجل؟ طيب يا ترى يا ولاد النحلة عندها لسان طويل ولا قصير وبتستخدمه في إيه؟ ويا ترى النحل بيحب الورد ولا لأ؟ هستنى كل إجاباتكم في الكومنتات اللي من تحت. أشوفكم على خير في فيديو جديد. يلا باي باي.